السلام عليكم اخواني، يعطيكم الف عافيه. استكمالا للحلقات المتعلقه بالكوفيرينس، تتذكرون في الحلقه الماضيه تكلمنا عن الكوفيرينس وقلنا بان الكوفيرينس هي دراسه قوه الارتباط او العلاقه الخطيه ما بين متغيرين اكس اند واي، وشفنا بان الخط اللي ممكن نرسمه من اللي نرسمه بسبب الكوفيرينس او من خلال الكوفيرينس يقيس لنا درجة قوة العلاقة ما بين الطرفين، وايضا يقيس لنا الاتجاه ما بين شكل العلاقة، يعني هل هي العلاقة طردية او عكسية. فاذا شكل العلاقة وقوة الارتباط. تمام، الان نبي نكمل المسيرة، نكمل الموضوع. المشكلة مع الكوفيرينس كما سوف نرى الان بعد قليل بان القيمة المستخدمة للمتغيرات الx والy تؤثر بالقيمة المستخدمة لقياس الكوفيرينس. راح اشرح ان شاء الله في الرسم البياني او في السلايدات القادمة. فهذه كانت تعتبر الى حد ما نقطة ضعف في مفهوم الكوفيرينس، لان احنا نبي نشوف درجة العلاقة بغض النظر عن القيمة. تمام، لان اذا عرفنا اذا كانت القيم المستخدمة للx على سبيل المثال قيم كبيرة، فراح تعطيني قيم كبيرة أيضا للكوفيرينس، فبالتالي ما راح نقدر نعرف قوة العلاقة من خلال القيم، وبالتالي راح نستخدم مفهوم آخر. هذا المفهوم الآخر يقيس قوة الارتباط بغض النظر عن القيم، سواء كانت القيم صغيرة أو كبيرة ما يفرق. فراح نستعمل مؤشر فقط، المؤشر هذا اللي هو من الصفر إلى الواحد أو من الصفر إلى ناقص واحد. فهذا المؤشر يقول لي شكل العلاقة ما بين الطرفين، هل هي العلاقة عكسية أو طردية من خلال الإشارة موجب أو السالب. اثنين، كلما اقتربت الدرجة من الواحد عرفنا بأن العلاقة قوية ما بين الX والY، كلما كانت القيمة قريبة من الصفر عرفنا بأن العلاقة تكاد تكون معدومة ما بين الطرفين. خلونا نوديكم على الباوربوينت، على الترانسبيرنسيز أشرحها إن شاء الله، ومن بعدها ننتقل حق مفهوم آخر اللي هو الليست سكويرز لاين. بنعرف شنو وظيفة الليست سكوير لاينز من خلال فهمنا للكوفيرينس والكورليشن. تمام، فخلونا ننتقل هناك وأوريكم إن شاء الله بعض النقاط. لاحظوا الآن هذه العلاقة بين الطرفين أو لما يسمى بالكورليشن. طبعا مثل ما قلنا الكورليشن هي عملية استنتاج أو انتقال طبيعية من مفهوم الكوفيرينس. إذا أول شيء نبي نعرف إيش مشكلتنا مع الكوفيرينس اللي استدعت استثارة موضوع الكورليشن. What problem with using the covariance as a measure of the strength of the linear relationship between x and y is that the value of the covariance depends on the units in which x and y are measured. إذا مشكلتنا الرئيسية إحنا مع الكوفيرينس، في الحقيقة هي الأساس الكوفيرينس، ولكن مشكلتنا الأساسية هي القيم المستنتجة من الكوفيرينس تعتمد بشكل رئيسي على القيم المستخدمة للإكس وقياس الواي. لهذا السبب احنا مضطرين ان نستعمل مفهوم اخر يكون محايد بعيدا عن قيمة الإكس والواي، ولكن فقط يعني يعطيني المؤشر، فقط يقول المؤشر بانه يزيد او يقل، العلاقة عكسية او ايجابية بين الطرفين. A measure of the strength of linear relationship between x and y does not depend, إذن does not depend on the units in which x and y are measured, which is called the correlation coefficient. إذن إحنا دورنا الآن إن نشرح نفهم إيه شلون نحسب الكورليشن بغض النظر عن القيمة المستخدمة، يعني المستخرجة من ال x وال y أو القيم اللي نقيس فيها ال x وال y. وبالتالي بغض النظر عن هذه القيم نبي نعرف فقط الارتباط ما بين العلاقة ما بين المتغيرين، وهذه بالتالي نريد أن نقيسها بشكل محايد بغض النظر عن القيم وكميات القيم المستخدمة للإكس والواي. The sample correlation coefficient is denoted as R. إذن عندما نتحدث عن السامبل ونريد أن نحسب الكورليشن، الرمز المستخدم هو الـ R.
إذن الـ R هو sample correlation coefficient. And is defined as follows. الـ R تحسب من خلال المعادلة هذه. الـ X عفواً SXY اللي هو الـ covariance للعلاقة ما بين الـ X والـ Y مقسومة على الـ standard deviation للـ X مضروبة في الـ standard deviation للـ Y. الـ SX SY. Here SXY is the previously defined sample covariance. هذه احنا حسبناها في المرحلة السابقة طبعا. وبالتالي لكي نستطيع او لكي نتمكن من حساب الكوريليشن محتاجين ان نحسب بالبداية الكوفاريانس. تمام؟ sample covariance. بعدين الـ SX is the sample standard deviation of the sample of X values. And S of Y is the sample standard deviation of the sample of Y. طيب كالعادة مثل ما احنا خذينا في محاضرات القديمة جدا نعرف نحسب الـ S of X والـ S of Y. الـ S of X اللي هو الجذر التربيعي للـ variance. تمام؟ sample variance والـ sample variance مثل ما تذكرون اللي هو S square ها؟ sample variance of الx. تمام؟ فنرمز لها بالs square. هذه طبعا s x square. وايضا بنفس المفهوم نحسب للs of y وهو الجذر التربيعي للsample variance of y. وهذه حسبناها في المحاضرات الماضية عرفنا بان الs of x تساوي 3.027 and so on والs of y تساوي 14.3 and so forth. Therefore the correlation coefficient اللي هو R تساوي الـ covariance of S of X and Y. هذه موجودة في السابق حاسبين احنا من المحاضرة الماضية نقسمها على حاصل الضرب ما بين الـ standard deviation of X مضروب في الـ standard deviation of Y ويعطيني هذا الرقم. لاحظوا هذا الرقم يتراوح ما بين minus 1 إلى 1. هذه القيمة minus 1 إلى 1. هذا الرقم قريب من ال 1. واضح؟ نكمل نشوف شو يقول. يقول it can shown be it can be shown that the sample correlation coefficient R is always between minus 1 and 1. إذن ال correlation R هو دائما تتراوح قيمته ما بين ال minus 1 إلى ال 1. A value R near to zero implies that little linear relationship between x and y is found. أو تقريبا ما في علاقة. واضح؟ فإذا كنا قريبين من الصفر أو صفر بمعنى هناك لا توجد علاقة ما بين المتغيرين x and y. وكل ما كانت العلاقة أقرب إلى الواحد أو إلى المينس واحد هناك علاقة خطية قوية. الإشارة فقط اللهم الإشارة تقول لي بأن العلاقة إما أن تكون طردية أو عكسية. A value of R close to 1 says that X and Y have a strong tendency to more together in a straight line fashion with a positive. ملاحظين؟ positive. ونفس الكلام في حال العلاقة كانت فيما بينهم بالإشارة السالبة. إذن الـ positively correlated تحتاج أن تكون علاقة قريبة من الواحد بالإشارة موجب والعكس صحيح إذا كانت العلاقة قوية ولكن بسالب تكون العلاقة negative correlation. نكمل إذن. We next note that the sample covariance S of X is the point estimate of the population covariance coefficient. إذن الـ S of X تذكرون إحنا ليش أساسا استعملنا السامبل يعني شنو كان الهدف من السامبل. الهدف من السامبل ان احنا نبي نقدر البوبوليشن. تمام؟ اذا استخدامنا لمفهوم السامبل هو لان احنا لا نستطيع ان ندرس البوبوليشن بالكامل لان البوبوليشن كبير ما عندنا امكانيات ما عندنا الجهود الكافيه لتغطيه المجتمع الدراسه فننتقل الى اختيار عينه. وبالتالي استعملنا المين استعملنا ستاندرد ديفيشن استعملنا الفاريانس
كنا نستخدمهم برموز مختلفة. إذا رحنا للpopulation كانت لها رموز، وإذا استعملناها بالنسبة للsample نستعمل رموز أخرى. مثل ما شفنا الكوفيريانس استعملنا الS of X وS X Y اللي هي الكوفيريانس، هذه sample covariance. تمام؟ So we next note that the sample covariance, which is the point estimate of the population covariance coefficient. إذا ال population covariance نقيسها بتقدير من خلال ال SXY اللي هو sample covariance، وهو تقدير لإيش؟ تقدير لل population covariance coefficient اللي نرمز لها بالرمز sigma XY. تمام؟ فإذا نحن لما نقارن ونقيس ال covariance مثل ما سوينا في الماضي، قلنا بأن ال S square كانت تعادلها سيجما سكوير، وبعدين قلنا standard deviation للسامبل تساوي للسيجما. أيضا هني عندنا ال، خليني بس أصغر ال X and Y هني عشان لا تلخبطكم، X and Y تمام تساوي أيضا سيجما XY بالنسبة لل population. The same correlation coefficient R، إذا ال coefficient correlation R أيضا ممكن نرمز لها بالرمز ال P اللاتينية. تمام؟ فال R نستعملها لل sample، ال P نرمز لها لل population بالنسبة لمفهوم ال correlation. طيب، now to define sigma xy، sigma xy لا تنسون اللي هو population covariance coefficient تساوي اللي هو sigma xy and p اللي هو population correlation. تمام؟ coefficient تساوي p. تمام؟ deviation of the population of all possible x values and let m mu y and sigma y، لا تنسون ان mu y هي mean للy والsigma y هي mu، عفوا هي الستاندرد ديفيشن للمتغير y. denote the mean of that and standard deviation of the population of all possible x y values. Then sigma xy is the average of all possible values of x minus mu x y minus mu y and the p تساوي sigma xy مقسومة على sigma of x مضروبة في sigma of y. واضح؟ وأيضا نفس ال r ال p قيمتها تتراوح ما بين minus 1 to 1. إذن هذه عملية تحويل عندما نريد أن ندرس population الآن وليس sample، شلون تغيرت فقط الرموز، ولكن نفس المفهوم بنفس الطريقة تحسب أيضا. هذه بالنسبة لنا الآن، خلوني أنا أوقف التسجيل. إذن مثل ما شفنا الشرح، هذا كان توصيف أو شرح لكيفية حساب الكورليشن. عرفنا بأن قيمة الكورليشن تتراوح ما بين الصفر والواحد، ما بين عفوا الواحد إلى ماينس واحد، كلما كانت القيمة أقرب للواحد كانت العلاقة إيجابية وقوية، كلما كانت القيمة أقرب إلى الناقص واحد العلاقة عكسية ما بين المتغير الإكس والواي ولكن العلاقة قوية. إذا كانت القيمة قريبة، قيمة الكورليشن coefficient قريبة من الزيرو، نحن نتحدث عن تقريبا شبه لا علاقة ما بين الطرفين، ما في علاقة بيناتهم، ما العلاقة مش واضحة يعني. تمام؟ إذا كانت قريبة من الصفر، ومثل ما شفنا بأن مثل ما عندنا sample statistics. تمام؟ عندنا أيضا population parameters. تمام؟ هذه تناقشنا في هالمفاهيم بدايات الشرح. فإذا نحن عندنا sample statistics اللي هي variance اللي هو المين، standard deviation، covariance، correlation، هذه كل واحدة فيهم وأيضا لها denotation مالتها الخاصة فيها. تمام؟ وعرفنا بأن الميو نستعمل عفوا الإكس بار للسامبل
مين، ونستعمل اس سكوير للفارينس، اس للستاندرد ديفيشن، وهلما جرى لما وصلنا للكورليشن كنا نستعمل الار. في حالة البوبوليشن ايضا هناك رموز خاصة فيها، استعملنا الميو بالنسبة للافرج او المين، استعملنا السيجما سكوير كان للفارينس، وهلما جرى. في حالة الكورليشن نستعمل البي، تمام، نستعمل البي. طيب هذا شنو راح يفيدنا الحين؟ في مثل ما قلنا الكورليشن يفيدنا في عملية معرفة قوة العلاقة ما بين المتغيرين. الآن في الشرح القادم نبي نشرح كيفية رسم الخط هذا، تمام، يعني نبي نرسم. الآن عرفنا بأن النقاط اللي موجودة ما بين المتغيرين يعطونا بعض العلاقات تكون قوية، العلاقة خطية بينهم، بعض المرات لا. شلون نقدر نعرف أن العلاقة قوية؟ من خلال الكورليشن أو الكوفيرنس، ولكن خلونا نتكلم عن الكورليشن أفضل، لأن هذا المؤشر اللي إحنا نبي نعتمد عليه لمعرفة قوة العلاقة واتجاه العلاقة. الآن عرفنا العلاقة من علاقة على سبيل المثال قوية بين المتغيرين، نبي نرسم الآن الخط. طبعا احنا النقاط اللي موجوده ما بين المتغيرين راح تكون بشكل عشوائي، ولكن توجهها توجه لينير، حلو، توجه لينير لما تكون علاقه قويه ما بين المتغيرين، بغض النظر الان قويه باتجاه عكسي او طردي. الان لما نشوف بان العلاقه قويه ما بين المتغيرين نبي نرسم الخط. الان هذا الخط علشان نرسمه ممكن يرسم بعده اشكال، يعني ممكن واحد يشوف النقاط ويرسم خط بينهم بشكل يعني خط يعني قدر المستطاع يحاول أن يسوي له مسطرة ويرسم الخط هذا. رسم الخط هذا قد يكون صحيح، أي واحد يحاول ممكن الخط هذا يطلع صحيح، ولكن إحصائيا نبي نرسم خط، هذا الخط تقريبا يمثل قدر المستطاع منتصف النقاط. منتصف النقاط يعني إيش نقصد فيه؟ نقصد بأن كل نقطة موجودة لو ناخذ المسافة العمودية ما بين نقطة المعادلة للواي والنقطة اللي موجودة على الخط نبي نحاول نقللها قدر المستطاع بالنسبة للجميع النقاط، يعني هذه الفكرة الرئيسية مالت الليست سكوير لاين، واضح؟ فإذا الهدف من الموضوع من الليست سكوير لاين ان نرسم خط، هذا الخط يكون الأقرب لجميع النقاط، هو هذا يعتبر أفضل خط. طبعا منطقيا حتى قبل لا نبلش، يعني منطقيا، يعني إذا واحد قال لي أنا برسم الخط، أي واحد من الخطوط اللي أرسمها المتعددة أي واحدة فيهم هي الأفضل، طبيعي راح نقول الأفضل اللي هو الأكثر تمثيلا، والأكثر تمثيلا اللي هو أقل بعدا عن أي نقطة. يعني لما الآن أرسم الخط وهي حسب النقاط اللي هي بعيدة عن المستقيم هذا أو الخط المستقيم اللي رسمته، مفترض ان تكون النقاط هي الاقرب الاقل بعدا، تمام. كل ما كان هذا الخط يمثل هذا المنطق كل ما كان هذا الخط هو يعني الاقرب تمثيلا. طبعا ليش احنا نبي نرسم الخط؟ عشان نتنبأ بعدين، يعني لما نرسم الخط وعرفنا نسوي الخط في المستقبل، مثلا احنا عندنا خلينا نفترض عندنا القيم لغايه حد معين، نفترض قاعد نتكلم عن سنوات معينه، ونبي نتنبأ مثلا بعد سنة أو سنتين، فنبي نشوف النقطة في المستقبل تقريبا اشكذر، تقريبا اشكذر، ما راح نقدر نكون دقيقين في الموضوع ولكن نقول تقريبا اشكذر. كل ما كان هذا الخط اللي سويناه معبر بمعنى أقرب إلى النقاط اللي موجودة، كل ما كان النقطة المستقبلية أيضا تكون هي الأكثر قربا وتوقعا للقيمة الحقيقية التي سوف نحصل عليها في المستقبل. فإذا عندنا النقاط الحقيقية اللي هي قد تكون حوالي اللاين، وعندنا النقاط المقدرة اللي هي الخط المستقيم. فإذا عندنا مفهومين لازم تنتبهون عليهم، النقطة المقدرة أو القيمة المقدرة اللي هي هذا الخط، والقيمة الحقيقية أو الفعلية اللي هي فعلا راح تكون موجودة إما على الخط أو قريب منها. فأملنا أن احنا نسوي لنا خط يحاول قدر المستطاع أن يحاكي، أن يكون قريب من، أن يقلل المسافة العمودية ما بين نقطة Y والخط المستقيم، تمام؟ فخلونا نشوف الحين شلون نقدر نسوي هذه العملية
من خلال معرفتنا حق الكوريليشن، تمام، من خلال معرفتنا حق الكوريليشن والكوفيريانس شلون نقدر نرسم هذا الخط من خلال العملية التالية. لاحظوا يا اخوان النقطة هذه، شوفوها، راح نبدي فيها الحين واوريكم شلون نقدر نرسم هذا الخط. After establishing a strong positive or a strong negative linear relationship exists between the two examples variables x and y، اذا بعد ما عرفنا بان هناك علاقة قوية بين المتغيرين x y، now we might wish to predict y on the basis of x. اذا الهدف الان ان احنا نرسم خط. ليش هذا الخط؟ هذا الخط اللي نرسمه ما بين الطرفين هو لغرض التنبؤ بقيمة y، احنا نسميها y tilde، تمام، بمعرفتنا لهذا الخط اللي موجود. هذا الخط اللي احنا نبي نرسمه الان، طبعا راح تكون عندنا نقاط، تمام، يعني راح اسويها بهالشكل. ممكن واحد يسوي خط بهالشكل مثلا، ممكن واحد يسوي خط بهالشكل مثلا، ولكن هناك خط واحد، اكيد هناك يوجد خط واحد، هذا الخط الواحد هو اللي يفترض انه سوف يعبر بافضل شكل ممكن. يعني اللي احنا ودنا نسويه مثلا، خلينا نفترض انه هذا الخط، تمام، مثلا على سبيل المثال. فاذا احنا نبي نحسب التلدة هذه، واي تلدة، لان الواي اللي موجوده هنا هذه الواي الفعليه وهذه الاكس. هذه الواي الفعليه مع الاكس الفعليه اعطتنا هذا الشكل. الان بعد ما حددنا وعرفنا وقدرنا نثبت بان العلاقه قويه ما بين الطرفين وهناك علاقه لينير بينهم، الان بودنا بعد ما عرفنا العلاقة نرسم خط المستقيم بحيث هذا الخط المستقيم يتنبأ بقيمة y في المستقبل. طبعا هذه وايد لها تطبيقات عملية في الواقع الحياتي عندنا، خصوصا بالنسبة للشركات. يعني على سبيل المثال، هناك من يريد أن يستثمر في صناديق استثمارية معينة، أسهم شركة معينة مثلا، أو يريد أن يتنبأ بسعر البرميل أو أسعار العقار مثلا. عملية التنبؤ هذه عملية ضرورية، تعتبر بعض الأحيان مصيرية بالنسبة للشركات ولمتخذ القرار في المؤسسات. فكيف يمكن أن يتخذ القرار؟ إحدى السبل، أنا ما راح أقول هي الوحيدة، ولكن إحدى السبل استخدام least squares line لغرض التنبؤ بالقيم المستقبلية إذا صارت عندنا قيمة الـ X معروفة. فإذا عندنا قيمة الإكس معروفة، هل من الممكن أن نتنبأ بقيمة واي؟ نعم. الآن راح نشوف شلون. So the least square line is the line that minimizes the sum of the squared vertical distance between the points on the scatter plot and the line. لاحظوا على التعريف هذا، يعني خلونا أنا أسوي زوم إن، تمام، زوم. يعني مثلا إذا حاولنا نجيب المسافة مثلا بين النقطة هذه A العمودية، تمام، أو مثلا النقطة على سبيل المثال B، نبي نجيب المسافة العمودية هذه، نبي نشوف المسافة العمودية هذه. هذا الخط المستقيم الأكثر تعبيرا ونجاحا هو الخط اللي يقلل لي المسافات هذه. واضح هذه الفكرة الرئيسية؟ يعني خلينا نكمل. يقول لي least square is the line that minimizes the sum of the squared vertical distance between the points on the scatter line. طيب نكمل. لاحظوا هذه قيمة الواي حسبناها. شو حسبناها؟ راح نشوف بعد شوي. واضح؟ إذا هذا الخط المستقيم الواي حسبناها، طلعت لي من خلال المعادلة هذه. إحنا هذا دورنا، إحنا نبني بالمعادلة هذه بالضبط. فالمعادلة هذه تتكون من أمرين، تتكون من المتغير A، راح اسميه A حاليا، راح شوية بعد شوية راح تشوفون ان نعطيها رمز اخر، والمتغير B اللي هو القيمة هذه، تمام. فاذا احنا بنعرف ال 66.2122 ونبنعرف قيمة ال 4.4303، لان بمجرد ما اعرف هالقيمتين خلاص تعطيني X اقدر احسب لك الواي. خلينا نشوف. يقول لي التالي، يقول it can be shown that the slope، إذن إحنا بنتكلم عن حين عن مفهوم اسمه السلوب. والسلوب اللي هو شنو؟ السلوب اللي هو
الخط اللي احنا قاعدين نرسمه هي الزاوية هذه، تمام؟ السلوب هي الزاوية هذه، فاحنا قاعدين نتكلم عن الزاوية A مثلا، تمام؟ فايش كثر الزاوية هذه؟ واضح؟ زين، فعموما سلوب It can be shown that the slope of B1 defined as the rise or run of the least square line is given by the equation. إذن B1 ممكن حسابها من خلال المعادلة هذه. B1 تحسب من خلال الكوفيريانس بالعلاقة ما بين الإكس والواي على الستاندر على عفوا على الفيريانس أوف إكس. واضح؟ تمام؟ فإذن إحنا نبي نعرف ال B1 اللي هو السلوب من خلال معرفتنا حسابنا للكوفيريانس مقسوم على الفيريانس للإكس. In addition, the y-intercept. الy-intercept يعني شنو؟ خلوني قبل نكمل. لاحظوا إن المتغير هذا مثلاً على سبيل المثال اللي هو المنحنى هذا. هذا المنحنى اللي موجود عندنا راح يتقاطع في منطقة معينة. خلونا نغير اللون. أكبر لكم. نقطة التقاطع اللي هي هذه. هذه النقطة إذا سميناها A. هذه نقطة التقاطع اللي احنا نقصد فيها اللي هي البي زيرو، تمام؟ فالبي زيرو هي هذه النقطة والسلوب احنا نسميها بي ون. واضح؟ طيب in addition the y intercept b zero of the least square line where the intercept the y axis when x is equal to zero. إذا نقطة التقاطع A لما تكون الx بزيرو، تمام؟ فلما تكون الاكس بزيرو هذه النقطة تكون هناك قيمة للواي. هذه القيمة حينما تكون الاكس بزيرو هذه نسميها الواي انترسبت او البي زيرو. انترسبت واي اكسس when x is equal to zero is given by the equation b zero equal y bar ناقص البي 1 مضروبة في الاكس بار. اذا البي زيرو ممكن حسابها بهذه الكيفية. اذا انت اعطيتني البي الواي بار واعطيتني الاكس بار وأنا الـ B1 أعرفها حسبتها من الـ covariance مقسومة على الـ S سكوير بالنسبة للـ X أو الـ variance حق الـ X، خلاص صارت عندي المعادلة معروفة. إذن خلونا ناخذ مثال الحين. هذا المثال إحنا خذيناه في المرة الماضية، تمام؟ والبيانات اللي موجودة هذه البيانات اللي موجودة اللي اعتمدنا عليها. قلنا إحنا عندنا الـ X وعندنا الـ Y وحسبنا طلعنا الx and y bars، تمام؟ عرفنا بأن هذا نسميه اللي هو الx bar وهذا بالنسبة لنا اللي هو ال y bar، تمام؟ ال 108.3 كان y bar وال 9.5 كان الx bar. خلونا الحين نروح فوق ونحسب نشوف. إذا عندنا الx ال s x y اللي هو الكوفيريانس للعلاقة ما بين الx والy. كنا حاسبينه في المحاضرة الماضية، محاضرة الكوفيريانس كانت طالعت لنا 40.61111. هذه محسوبة في السابق، يعني حق اللي ما يعرف شلون حسبناها خليه يرجع هناك، تمام؟ ويشوف شلون حسبناها في المحاضرة الماضية أو الحلقة الماضية. الـ S of X عندنا أيضاً معروفة اللي هو 3.02 كذا كذا، والـ X bar معروفة والـ Y bar معروفة. إذا الآن كل شيء صار عندنا معروف. فإذا نحسب الـ B1، تمام؟ الـ B1 اللي هو السلوب اللي تطلع لي قيمته الكوفيريانس مقسومة على الـ S X سكوير أو الـ S سكوير X، فتطلع لي هذه اللي احنا سميناها الـ B1، تمام؟ تذكرون الـ Y تلدا تساوي الـ B0 الـ B0 زائد أو ناقص طبعاً الـ B1 X. واضح؟ هذه كانت القيمة. فخلونا نشوف الآن. لاحظوا الـ B0 تحسب من خلال الـ Y bar ناقص الـ B1 X bar، طلعنا قيمة أيضا العلاقة اللي هي الـ B0. بهالعملية هذه قدرنا نحسب الـ Y tilde من خلال الأرقام. طبعا احنا عرفنا الـ B0 مثل ما قلنا 6.2122، عدل؟ تأكد مرة ثانية هذا فوق. وعرفنا بأن الـ B1 تساوي مثل ما قلنا 4.4303. خلونا نروح فوق نتأكد.
كاهي، تمام؟ هذه القيمة اللي احنا جبناها قبل، فطلعت لي المعادلة بالشكل هذا. هذا شنو يعني الحين؟ هذا يعني انا عندي صارت العلاقة موجودة ما بين طرفين، عندي هنا X، عندي هنا Y، وعندنا خط المستقيم. نقطة التقاطع اللي هي هذه، خلينا نغير اللون واسوي زوم اكثر. نقطة التقاطع اللي موجودة هنا هذه لما تكون X تساوي 0 والواي تساوي كم؟ 66.2122. واضح؟ هذه النقطة هنا، تمام؟ وبالتالي الحين أنا كل ما تعطيني قيمة حق الإكس أنا أقدر أخمن قيمة الواي، تمام؟ يعني إحنا عرفنا قيمة الواي تلدا تساوي 66.2122 زائد 4.4303 إكس. إذا قلت لي الإكس الآن، إذا قلنا الإكس إيكوال 0 كم تساوي الواي تلدا؟ راح تساوي مثل ما قلنا، نعوض 66.2122 زائد 4.4303 قيمة الإكس بزيرو، وبالتالي راح تكون 66.2122. هذه قيمة واي تلدا، هذه نقطة. نبي نحسب مثلا لما تكون الإكس بون، خلينا نفترض عندنا نبي نحسب الإكس بون، الواي تلدا كم قيمتها؟ أسويها بشكل أفضل، تساوي 66.2122 زائد 4.43031. لاحظ راح يكون المجموع ما بين الطرفين، تمام؟ يعني راح نجمعهم، فراح يصير عندنا 5 2 4 6.070. إذن لما تكون النقطة عندنا، لما تكون الإكس بون، الواي تلدا راح تصير 70.6425. واضح؟ وهلما جرى طبعا بالنسبة لباقي النقاط. يعني كل ما عليك الآن أنك أنت تعوض الإكس بقيمة إكس باثنين ثلاث أربع وهلما جرى، نزيد القيم وممكن نتنبأ بقيم الواي من خلال الخط هذا اللي احنا رسمناه في المستقبل. مثلا اذا جئتنا مثلا على سبيل المثال، خلينا نفترض ان عندنا القيم احنا هني بالنسبه حقنا بالنسبه لنا لغايه ال 14، تمام؟ 14، خلينا نغير اللون نخلي احمر. فمثلا احنا عندنا لغايه 14، هل ممكن 14 يعطيني القيمه واي 30 على حسب القيم الفعليه؟ الآن ماذا لو افترضنا خلينا قيمة الإكس ب15 مثلا؟ واضح؟ خلونا نجرب، خلينا نخلي الإكس ب15، نرجع تحت، خلينا نفترض أن الواي تلدا تساوي 66.2122 زائد 4.3303، ولكن القيمة 15، تمام؟ القيمة 15. خلينا نشوف كم قيمة قيمة الواي بناء على المعطى الجديد هذا. وراح يساوي 66.2122 زائد، خلينا نشوف ال 15 ضرب 4.4303 يساوي، راح يطلع لي الناتج 66.4545. خلينا نجمع هذا على 66.2122 يساوي، يعطيني الناتج الواي تلدا 132.667. إذن لما نقول بأن عندنا الإكس وواي، هذه القيمة مثلا كانت عندنا الإكس ب15، الواي متوقع أنها تكون قيمتها 132.667. مرة ثانية أكد بأن قيمة الواي قيمة مقدرة، يعني فعليا حقيقة ما راح نعرف لما نسجل النقطة هذه. ففي المستقبل لما نوصل حق القيمة الحقيقية اللي 15 ونشوف ونقيسها واقعا كم قيمة الواي،
لو نقارن ما بين الواي الحقيقية مع الواي اللي حسبناها راح نشوف طبعا هذه واي تلدة راح نشوف بأن المسافة قريبة يعني الواي تقريبا بشكل جيد عبرت عن القيمة الواقعية والفعلية للواي. مثل ما شفنا من المثال من الشرح أن الكوفيريانس والكوريليشن لهم يعني تطبيقات جميلة جدا قوية جدا. وعرفنا بأن الخط المستقيم اللي نسويه اللي هي العلاقة الخطية ما بين المتغيرين X والY اللي هو أساسا يعني مفهوم الكوفيريانس يقيس لي بشكل جيد يقيس لي أو ممكن أني أنا أرسم الخط بناء على المعطيات هذه يقيس لي قوة العلاقة واتجاه العلاقة طردية وعكسية. وأيضا بدأنا نسوي إحنا least square method أو line بحيث أن نتنبأ بقيم Y عدل يعني الواي الآن ممكن نتنبأ بقيمتها المستقبلية اللي سميناها واي تيلدا. هذه القيم المستقبلية حق الواي سوف تكون هي أقرب ما يكون حق الواي الفعلية. فلا ننسى هذه الجزئية يعني في المستقبل القيمة اللي أنا الحين طلعتها مثلا اكس 15 هل هي حقيقة الواي اللي في المستقبل؟ طبعا لا، ولكن هي الأقرب لها، تمام، هي أقرب ما يكون لها. فبالتالي هي هذا الخط اللي احنا رسمناه هو الأقرب. ليش الواي الحقيقية تختلف قيمتها عن الواي تلدة المحسوبة؟ لأن التوقع المستقبلي صعب نضع جميع المتغيرات الحاصلة في المستقبل. يعني مثلا أسعار البترول صحيح احنا نتنبأ بالقيم من الآن، ولكن المتغيرات المستقبلية كثيرة، قد تكون هناك حروب، قد تكون هناك اكتشافات علمية جديدة تجعل من التكنولوجيا الكهرباء هي الأكثر استخداما مثل ما قاعدين نشوف الآن. راح تلاحظون بأن توجه الشركات السيارات مثلا توجهها إلى العربات الإلكترونية والكهربائية، وبالتالي صاير هناك يعني عدم اهتمام أو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وهي البترول، تمام؟ ولهذا السبب المتغيرات المستقبلية صعب التنبؤ فيها. ولكن درس الإحصاء أو علم الإحصاء أو حساب الاحتمالات هو لغرض تنبؤ قدر المستطاع بالقيم المستقبلية بناء على معطيات الماضي. فإذا احنا اعتمادنا على معطيات الماضي بدأنا نرسم الخط ونحاول نتوقع يعني هو شو اللي راح يصير، ان الماضي غالبا سوف يتكرر في المستقبل، على الاقل في المستقبل القريب او المنظور. يعني لما الان خصوصا لما تكون دراستي لمدة زمنية طويلة. لهذا السبب الشركات الطيران على سبيل المثال البيانات القديمة اللي عندهم ما يتخلصون منها يحتفظون فيها، او البنوك او شركات التأمين او اي شركة كانت موجودة تعمل لسنوات طويلة تخزينها لهذه المعلومات القديمة التاريخية مهمة جدا لأغراض التحليل. وهذه النقطة مهمة جدا سواء لطلبة علوم إحصاء أو للمتخصصين في مجال نظم المعلومات على سبيل المثال. لا يجوز ومن الخطأ الفادح التخلص من البيانات، وبالتالي البيانات هذه القديمة يجب الاحتفاظ فيها لرسم سياسات مستقبلية. إحدى الطرق هي هذه اللي شفناها. فإذا النقطة الأولى ليش إحنا تنبؤنا قد يكون مو دقيق 100%؟ مثل ما قلنا لأن هناك كثيرة المتغيرات في المستقبل، وبالتالي قد نخطئ في حساب هذه المتغيرات. هذا واحد. النقطة الثانية لأن إحنا قاعدين نرسم خط مستقيم، ومثل ما شفتوا في كل الأحوال الواقعية أو الحقيقية عادة النقاط ما تكون هي بالضبط على خط مستقيم، لا، قد تكون فيها درجة من الانحناءات. وبالتالي التنبؤ جميعها على خط واحد هذا أيضا في درجة من التغاضي، تمام؟ يعني احنا تجاوزا نقول بأن احنا نتنبأ، ولكن حقيقة التنبؤ يفترض فيه لو نبي نسوي تمثيل أفضل لازم يكون فيه شكل من الانحناءات بحيث أن تمر قدر المستطاع على أكثر أو يعني أغلب النقاط بحيث أن تقلل المسافات هذه. فإذا إحنا بنقلل المسافات ونمثلها بشكل أفضل، الأفضل من الخط المستقيم أن إحنا نسوي انحناءات بحيث أن مثلاً النقاط شفناها تتغير، فنقدر نسوي منحنيات بحيث أنها تقدر تمر عبر أكبر عدد ممكن من هذه النقاط، وهي دراسات
أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة، ولكن حالياً فقط عرفنا أسلوب بسيط في كيفية التنبؤ من خلال دراسة العلاقة ما بين دراسة العلاقة الخطية أو قوة العلاقة الخطية ما بين متغيرين X و Y. أترككم الحين مع هذه الفرشة اللي مرت، وألتقي فيكم إن شاء الله بحلقة أخرى.